تحيات الفيديو تالي رح يكون باللغة العربية. Guys, this video in Arabic. For English tutorial, find the link below this video in the description. الفيديو التالي رح أحكي لكم عن إضافة حذف كافة رسائل حسابك على الفيسبوك. طبعا من اسم الفيديو معروف إنه عندك بكون رسائل كثيرة على حسابك على الفيسبوك في الـ Inbox وفي الـ Request أو الطلبات. في الـ Inbox مثل ما حكيت وفي الـ Request الطلبات وفي الـ Spam اللي مسمينها Hidden Chats، كان اسمها قديما سبام فولدر. المهم هاي الاضافه بتمسح لك، تختار الفولدر اللي بدك اياه من هاي المجلدات وبمسح كل الرسائل اللي فيه دفعه واحده. طيب لتحميل الاضافه كالمعتاد بتروح على جوجل، بتبحث عن اسمي خليل شريتح، بتتاكد انك على الويب سايت الخاص ب خليل-شريتح.com. في حال فتح معك اعلانات، اما بتتعس على الاعلان وبتتبعه، اذا عجبك الاعلان، ما عجبكش بتنقر على الاكس الموجوده في الاعلى على اليمين، بتروح على فيسبوك من المين منيو للقائمه الرئيسيه وبتختار فيسبوك سكريبتس، تنتظر لغاية لما تفتح معك الصفحة بشكل كامل. طبعا هان في كافة إضافات الفيسبوك المجانية، هاي الإضافات مش التطبيقات، التطبيقات موجودة في قسم ثاني. الإضافة اللي احنا بنحكي عنها اللي هي إضافة فيسبوك مسجز، فيسبوك مسجز ريموفال، هاي الإضافة all at once بتفوت عليها، تنزل لغاية لما توصل لفقرة التحميل أو طريقة التحميل. طبعا بدك تنتظر 3 دقائق أو بتختار هذا الخيار لا ترغب في الانتظار، انقر هنا اعمل مشاركة وحمل الإضافة مباشرة. بمجرد ما تعمل مشاركة راح تتخطى وقت الانتظار، تعمل مشاركة على الفيسبوك اللي هو راح تشارك الفيديو التعليمي الحالي اللي بتشاهد فيه. طبعا بعد انتهاء المشاركة أو بعد انتهاء المشاركة راح يظهر عندك زر داونلود ناو، بتنقر عليها بتختار وين بدك تخزن الإضافة. بعد ما تخزنها بدك تفك الضغط الخاص بالإضافة. طبعا أنا بستخدم الماك في طريقة فك الإضافة، خليني أحذف بس الإضافات القديمة ونحملها من أول جديد. اختار مجلد تخزن الإضافة فيه. طبعا انا بستخدم الماك، طريقة فك الضغط عن الاضافة بنقر نقطتين فبنفك الضغط مباشرة. اذا انت بتستخدم ويندوز رايت كليك عليه باليمين واختار اكستراكت هير، او استخدم اي برنامج فك ضغط ملفات. طبعا ما تفوت على مجلد الاضافة، فقط كل ما بيلزمنا هو المجلد. بعدها بترجع على متصفح كروم، موجود عندك الايقونة الخاصة بالاضافات في الاعلى شريط العلوي، بتنقر عليها. موجود عندك مانج اكستنشنز، او اذا كان عندك بالعربي بيكون ادارة التطبيقات أو إدارة الإضافات. إذا كان عندك بالعربي أيضا بتكون هاي الإشارة موجودة على اليسار بدل اليمين. دائما بفضل استخدام الأمور البرمجية والإضافات باللغة الإنجليزية لتفادي أي مشاكل، لأنه بتم برمجتها باللغة الإنجليزية. أو بإمكانك تفوت على Manage Extensions أو الإضافات من خلال القائمة العلوية 3 نقاط، أمور تولز أو مزيد من الأدوات، وبتختار Extensions أو الإضافات. تفتح معك الصفحة التالية، أول ما تفوت على الصفحة بيكون موجود عندك Developer Mode أو وضع المطورين إذا كان عندك بالعربي على اليسار، بيكون غير فعال، بتنقر على هاي الكبسة لتفعله. بعدها بتحمل مجلد الإضافة كاملة، بتحمل المجلد اللي فكيت الضغط عنه وبترميه في منتصف صفحة الإضافات. راح يتم التثبيت مثل ما أنت شايف ظهر عندنا Facebook Messages Removal. النسخة الحالية هي نسخة 2.7، هاي الإضافة بلشت من إصدار 1.0 وظلت كل ما يتم تحديث الفيسبوك بيتم تحديث الإضافة مع الفيسبوك لغاية لما وصلنا إصدار 2.7. في حال أي مشاكل في تشغيل الإضافة اكتبوا في التعليقات أسفل هذا الفيديو إيش المشكلة، لحتى إذا الإضافة نفسها فيها مشكلة نعمل إصدار جديد منها، أما إذا المشكلة موجودة من عندك لحتى نتابع ونشوف ايش الحل. بعدها بترجع للفيسبوك بعد ما تشغل تثبت الاضافه، بتعمل تحديث لصفحه الفيسبوك، بتشغل الاضافه من الايقونه الموجوده في الاعلى بتاعت التطبيقات تاعي، وموجود عندك فيسبوك مسجز ريموفال اللي هي الاضافه اللي شغلناها، تنقر عليها تشتغل معك الاضافه. لاحظ انه عندك تقريبا 4 مجلدات انبوكس وريكويست وفلترت سبام. طبعا هذا المسميات هي قديمه من فيسبوك، فيسبوك غير المسميات وسماها مثل ما شفتوا هيدن تشاتس وغيرها، ولكن هو فعليا انت عندك في الرسائل 4 فولدرات: اركايفد،
هيدن شاتس اخر واحده، راح اختار انا انبوكس. تمام، بعد ما تختار بتوافق على شروط الاستخدام. لازم تقرا شروط الاستخدام قبل ما توافق عليها بالنقر على كلمه تيرمز اوف يوز. نرجع، خلينا نعمل تحديث للماسنجر او الرسائل الموجوده في هذا الحساب. تمام، هاي هي الرسائل الموجوده في هذا الحساب. بعد ما اخترت انا انبوكس بنقر على كلين سيلكتد فولدر، تبدا الاضافه عملها، بتنتظر لغايه انتهاء عمل الاضافه. طبعا باخذ وقت حسب سرعه الانترنت عندك. مثل ما انت شايف الاضافه بلشت تحذف وتعد العداد لكل رساله بحذفها. لاحظ انه عندنا هنا المفروض انه يظهر الرسائل بتبلش تختفي. مثل ما انت شايف هاي الرسائل بلشت تختفي. لاحظ جمال، ياسين، كله بروح تلقائيا، بتم حذفه تلقائيا. طبعا هيك هاي مبدأ عمل الإضافة، بتصير تحذف الرسائل الموجودة عندك في صندوق الوارد أو في أي فولدر بتختاره، بتنظف حسابك. صرنا حذفين لغاية اللحظة تقريبا 70 80، مش راح أكمل حذف أنا لأنه هذا الفيديو مجرد فيديو تعليمي. ما تنسوا اللايك والكومنت والشير، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم تنبيه أول بأول لما أرفع أنا فيديوهات تعليمية جديدة. وتحياتي لكم.